عليكم، كل سنة وانتم طيبين ومبارك عليكم الشهر. معكم الشيف فجر المنصوري، واليوم احنا في مطبخنا ان شاء الله بقدم لكم وصفات حلوة وجميلة طول ايام الشهر. بنبدي اليوم بوصفة سهلة وحلوة واظن كل الوطن العربي يعرفها، اللي هي وصفة مكرونة بالبشاميل مع اللحمة. مكرونة بالبشاميل يعني كل دول العربية يعرفونها، وكل الناس كل شخص عنده طريقته الخاصة فيه. اليوم بعلمكم طريقة سهلة وسريعة بتسهل عليكم طبخها في البيت. بنبدأ مع المكونات. طبعا من اهم الاشياء اللي لازم نعرفها واحنا داخل المطبخ شلون نرتب وقتنا. اول شيء ببدي انا اوريدي عندي ماي حار، بحط المكرونه. طبعا المكرونه حق البشاميل نستخدم البني اللي هي هذي لانها تكون انسب شيء. بحطها في الماي الحار وبحط معاها شويه زيت عشان ما تتلصق، وقبل لا اخليها تطبخ، طبعا هذه بتاخذ 7 إلى 8 دقائق، انا ما بطبخها ازيد. قبل اخليها تطبخ بحركها شوي عشان لا تتلصق والزيت يدش بين يتغلغل بين المكرونه. عندي في الجدر الثاني ببدي احط البصل، وطبعا اكيد زيت. نحاول ما نكثر في الزيت لان اللحم اوريدي فيه كميه، فانا بحط هنا عندي البصل وبزيد عندي الحراره. انا البصل بحتاج اني اذبله وشوي اسوي اشقر، انا ما ابي فيه لون قوي. فنبدا هنا مع البصل، بياخذ تقريبا 7 إلى 8 دقائق، ما بياخذ وقت وايد. الحلو في المكرونة البشاميل ان فيها من احلى 3 أكلات في العالم، فيها الباستا من ايطاليا، فيها البشاميل من فرنسا، وفيها اللحمة المفرومة من مصر، فالخلطة صارت شيء حلو. الحين ننتظر تقريبا جهز، انا انتظر لما يتغير لونه لان انا محتاجة السكريات اللي موجودة في البصل، انا ما ابي طعمه يتغير عن الحلاوة. لأنه بحط معاه طماط والطماط شوية في حموضة، فعشان يصير الأكلة بالانس لازم أنتظر البصل لما يطلع حلاوته. الحين تقريبا برز عندي، بحط معاه تقريبا 2 قفشة ثوم، بس طبعا الثوم على شكثر أنتوا تحبونه، في ناس يحبون كميات وايد، في ناس يحبون قليل، طبعا هاي في النهاية اختياري وكل واحد في المطبخ يبدع على كيفه. اول ما تبدي تطلع ريحه الثوم انا بحط اللحم سيده، عندي لحم بقري قليل الدسم. الحين بنقلي اللحم قليه سريعه، بتاكد انه يتغير لونه. أنا أبي يتغير لونه للون الرصاصي. تقريباً مو رصاصي، رصاصي على بني يعني، وببين واضح، بس اللون الوردي أنا ما أبي موجود. طبعاً إذا أنتم تستخدمون جدر حديد نفس اللي أنا قاعدة أستخدمه بينطبخ لكم أسرع. طبعا كلنا نعرف ان جذور الحديد صحية اكثر لانها تتكون من الحديد، والحديد يتفاعل مع الاكل ويدش معون يدش الجسم، وهاي جدا مفيد خصوصا حق الناس
اللي عندهم نقص في الحديد. تقريبا انا عندي اللحم هني استوى، اخليه بعد شويه، بحط معاه شويه كزبره، وطبعا الكزبره هاي اختياري، بس انا احس ان الكزبره تعطي ريحه حلوه حق الاكل وتعطي طعم حلو، خصوصا ان احنا قاعدين نتحدث عن طبق شرقي، والاطباق الشرقيه دائما معروفه بريحتها ونكهتها الحلوه. جهز عندي انا هني اللحم، فببدي احط معاه الطماط. عندي طماط مطحون. ليش انا استخدمت طماط مطحون؟ عشان اسرع عمليه الطبخ، لان عندي الطماطه تقريبا شبه ذايبه. بتشوفونها بتنخلط مع اكلكم سريع اذا كانت مطحونه نفس اللي عندي. طبعا ببدي احط الملح، حطينا الملح، الحين بنحط البهارات. البهارات اللي عندي انا بستخدم هني بزارنا البحريني اللي نعرفه. تقدرون تستخدمون السبع بهارات، تقدرون تستخدمون كمون، تقدرون تستخدمون خلطتكم الخاصة فيه، بس يفضل ان تحطون سبع بهارات او البزار. اخر شيء هني بحط صلصة الطماط او معجون الطماط، واحنا نسميه صلصة، اغلبيتنا في البحرين نسميه الصلصة. بحطه وبطبخه، بخليه يطبخ عدل على اساس ان نكهة المواد اللي فيه تروح ويصير طعمه طماط بدون نكهة التعليق. نخليه يطبخ شوية ومنين نرجع حق مكروناتنا. تحتاج تقريبا 3-4 دقائق زيادة وتجهز عندنا. شفتوا شلون التنظيم في المطبخ ومعرفة طبختنا وتجهيز المواد حقنا شلون تسهل علينا الطبخة وتسويها أسرع. تقريبا أنا جهز عندي اللحم كطبخ، هو انطبخ عندي، بس أنا الحين بضيف عليه ماي على أساس أنه أقوي النكهة. بحط شوية ماي، ما بكثر، لأن تذكروا أن هذه الطبخة بتنطبخ الحين وبتنطبخ في الفرن بعد. فإحنا ما نبي نضيع النكهات، نبي نحافظ على النكهات. الحين برز عندي اللحم وبخليه يتسبك تقريبا 5-8 دقائق لما بالضبط تجهز عندي المكرونة. مكروناتنا برزت، فبشيلها الحين من على النار. نحاول طبعا ان ما نحرق روحنا. ماي المكرونة وايد مهم، أنا ما بتخلص منه، بس بحط الباستا عندي جهزتها كي، والماي بخليه لأنه يمكن أستخدمه كمكثف حق الصوص عندي. مني على ما يجهز اللحم عندي أنا ببدي في الطبخة الثانية اللي هي طبخة معروفة عندنا ومهمة جدا في رمضان اللي هي الخنفروش.
ببعدي بطحين انزين، بعدين بحط معاه طحين الأرز، بحط معاه بيكنج بودر، بحط شكر، وبخلط المواد الجافة أول شيء. بعدين ببدي أحط المواد السائلة اللي هو زيت، فانيلا، فانيلا طبعا هاي إضافة من عندي جديدة، بس الأصلي الطريقة الأصلية ما تحتاج. في سؤال احنا كلنا نردده على روحنا، من وين جات كلمة خنفروش وشنو معناها؟ كلمة خنفروش هي أساسا قالت أول ما بدأ هاي البيت، في بيت في محرق كانوا يبيعون فيه، فكانوا يوم سووا هاي النوعية من الكيك، كانت المرأة طبعا هي كانت أجنبية مو من البحرين، فكانت توقف برا البيت وتقول خانة فروش، وكانت تبيع هاي الكيك. فالمحرقيين والبحرينيين ككل تعودوا على أن يقولون الاسم خنفروش، طبعا سحبوه بالسريع يعني تمو يقولونه بسريع، فصارت خنفروش. بس هو أساسا مأخوذ من كلمتين اللي هي خانة اللي هو بيت، طباخ اللي هو الفروش، فطباخ بيت، فكانت هي قاعدة تقول أن هاي الكيك طباخ بيت، فعشان كذي خذينا الكلمة واستخدمناها ومشت معانا لليوم هذه. طبعا هاي المعلومة مكتوبة في كتاب التراث البحريني للدكتورة دلال الشروقي، موجود في المتحف البحريني، تقدرون تروحون تشوفونه وتطلعون عليه. مني بحط رشة ماي ورد وزعفران وببدي أخلط، طبعا ما بياخذ وقت على الخلاط، نخلط سريع. نكسر البيض اول شيء كذي ونبدي سريع سريع نخلط. الحين بتجهز عندنا وبنخليه على صوب، طبعا خلطة الخنفروش طبعا الخنفروش شوي الخلطة مالته ثقيلة، فأكيد بيصير عندكم كذي فلا تخافون. أوكي نزلته بالكامل، وحين ببدي أخلطه اللي عندي. نرجع حق اللحم، طبعا جهز عندي وتسبك، برفع عليه الحرارة شوية. ونفس ما قلت لكم باخذ شوية من ماي الباستا، على أساس لأن ماي الباستا يكون فيه نشا، فأنا أبي أثقل الصوص، فباخذ شوية كمية بسيطة جدا وأخليه يطبخ دقيقة عشان ينشف الماي اللي فيه. طبعا بياخذ أقل من دقيقة. نخليه على صوب لما ينشف. جهزنا عينة الخنفروش، والخنفروش اللي بسويه اليوم خنفروش مخبوز مو مقلي، فصحي أكثر، خصوصا حق اللي عندهم مشاكل في الكوليسترول وهاي الأمور بيستانسون على هاي الوصفة. الحين على ما يستوي عند اللحم وينشف عدل انزين، أنا باخذ فرصة وبسوي البشاميل. البشاميل هو من أهم يعني من أساسيات المطبخ الفرنسي. في المطبخ الفرنسي في أنواع من الصوصات تم اكتشافها من زمان، وهذه الصوصات هي أساس كل الصوصات اللي طلعت عقب، فيسمونهم المذر صوصز اللي هو أم الصوصات، تمام؟ فأنا حطيت الحين تقريباً قفشتين زبدة. القانون شو يقول؟ يقول نسبة الزبدة لازم تساوي نسبة الطحين، تمام؟ فأنا حطيت قفشتين زبدة، فبحط قفشتين طحين، طحين جميع الاستعمالات طبعاً. ننتظر الزبدة تسيح.
البشاميل يطلع منه وايد صوصات ثانية احنا نستخدمها في المطبخ، بس من اشهر الاطباق اللي اشتهرت فيه اللي هي طبق الكروك مدام والكروك مسيور فرنسي. طبعا نفس ما قلت لكم في البداية ان هذه الطبخة اللي هي البشاميل خلطة ما بين ايطالي فرنسي وعربي، بس يقال انها موجودة بعد في اليونان. وبحط القفشتين اللي هي الملعقتين، وببدي احرك طبعا انا اللي ابي اسويه هني اني شوية اطبخ الطحين، عشان لين سويته لين طبخته بعدين ما يطلع عندي طعم الطحين واضح. البشاميل وايد سهل ووايد لذيذ وما ياخذ وقت في الطبخ. كل اللي علينا نسويه الحين ننتظر شوية بس ياخذ لون خفيف جدا، وبنحط معاه الملح والفلفل الأسود. هو طبعا في الطبخة الرئيسية والأساسية لازم نحط فلفل أبيض، بس ممكن أنتم في البيت تحطون الفلفل الأسود لأنه متواجد أكثر. فمثل ما تشوفون الزبدة والطحين ينطبخون، وبحط حليب كامل الدسم. مني الحليب على الثكنس اللي انت تبونه، ايش كثر ثقيل الحليب اللي انت تبونه. وطبعا الحليب اللي بتحطونه لازم يكون على حرارة الغرفة، لان اذا حطيته بارد بيتكتل وما بيستوي لكم. مني تبدون تخلطون وتشوفون هل الكثافة هذه اللي هي انتو تبونها او لا. كل ما ارتفعت حرارة الحليب كل ما صار ثقيل عندي. الحين ننتظر بس الحرارة ترتفع. على ما ترتفع انا بحط شوية فلفل اسود وشوية ملح. بدأ يثقل عندي، أنا أحس إنه بعد يحتاج شوية حليب. بس في النهاية هذه على اختياركم الشخصي، في ناس يحبونه ثقيل في ناس يحبونه خفيف. بس لكن إذا صار ثقيل وايد نفس العين هذه لازم تزيدونه حليب. طبعا نفس ما قلت لكم حليب على درجة حرارة الغرفة، بارد بيتكتل. انا برز عندي البشاميل هني اسرع من كذي ماميش، واسهل من كذي بعد ماميش. مني برز عندي اللحم وببدي اصفه في البايركس مع طبعا المكرونه. الحين بنحط المكرونه. المكرونه نحاول ما نطبخها زياده عن اللزوم، لان نتذكر دائما ان احنا بنطبخها زياده الحين داخل الفرن، فنحاول يعني ان ما نخليها تنطبخ وايد عشان ما تصير لنا لينه وترجع عين نفس البدايه. احنا نبي ناكلها بالشكل اللي مثل ما تشوفونه. نصف سريع سريع سريع. صفيناها على السريع. الحين بنحط، خلنا نحرك دي على النار عشان لا يصير لي ثقيل وايد. الحين بنحط اللحم. ونصيحة دائما حاولوا تذوقون أكلكم. عشان تتأكدون نسبة الملوحة صح،
بهارات صح. حط كمية وافية وافية من اللحم مفروم. أنا بكتفي بهالقدر. طبعاً بجيب أهم شيء في الأكلة كلها اللي هو جبن الموزاريلا. وهني عندي البشاميل بدي نوزعه. هلا كذي اسرع. استخدمه لاخر شيء. طعم البشاميل اللي تسوونه في البيت وايد احلى من الجاهز. جربوا الطريقه. ونحط كمية وافرة من الموزاريلا. وأكيد أكيد أكيد في النهاية هاي الشيء على اختياركم، تقدرون تحطون أنواع أجبان ثانية بس الموزاريلا هو أحسن اختيار. تقريبا أنا حطيت هني 500 جرام وبحطه داخل الفرن لمدة تقريبا 10 دقائق. بنرجع له عقب 10 دقائق. على درجة حرارة 200 حطيناه على 200. الحين نرجع حق الخنفروش. نفس ما قلت لكم الخنفروش هو مخبوز. هالمرة بنسويه مخبوز، ما بنسوي نفس اللي نعرفه ومتعودين عليه اللي هو مقلي. حلو الواحد ياكل من أكل التراثي في نفس الوقت يخاف على صحته شوية، فتشوفون ان الخليط عندنا يصير شوية غير، مو نفس الخليط اللي متعودين عليه. عقب ما حطينا المكرونة بالبشاميل داخل الفرن لمدة 10 دقائق أو 12 دقيقة على حسب أفرانكم على حرارة 250 بس فوق، أنا ما أحتاج أطبخة كامل. مني باي عند جهاز الخبز وببدأ أخبز الخنفروش. بمسحه بالدهن مسحة بسيطة عشان ما يلصق عندي، وببدي أحط في القالب بهالطريقة. وطبعا بيصير لي نفس الكيك. طبعا جهاز الخبز هاي متوفر في جميع الأسواق ويخفف علينا الشغل. وأسهل من القلايب وايد. طبعا لا تحطون ياخذكم الحماس وتحطون وايد لأن بعدين ينتفخ. احنا حاطين فيه بيكنج باودر، احنا ما نبي ينتفخ ويخترب الديزاين علينا. والحلو في هاي الجهاز انه يسوي لي تقريبا 18 واحدة في وقت جدا سريع. الحين اخر واحدة بنحطها بنسكر عليها، بيحتاج تقريبا 5 دقايق
عشان نسوي. طبعا اذا ما عندنا هاي الجهاز نقدر نسويه داخل الفرن، نحطه في اكواب الكب كيك، الاكواب الصغار ذلك موجودين في كل مكان، نحط الخليط داخل وبعدين نحطه داخل الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 200. نراقب عندنا هني المكرونة، الجبنة قاعدة تذوب، نحتاج بس انها تاخذ لون احمر من فوق، مو احمر يعني بني فاتح، وتكون جاهزة عندنا. نفس ما قلت لكم، كل ما رتبنا الوقت في المطبخ عندنا كل ما كان الطبخ سهل وسريع، ما بيعطلنا. بياخذ لنا في هاي الجهاز تقريبا 3 دقائق او 5 دقائق على حسب اللون اللي انتم تبون تطلعونه. في ناس يحبونه شويه كرنشي غامج، في ناس يحبونه شوي اقل، بس هو بين 3 لـ5 دقائق. على ما يجهز عندي الخنفروش، انا جهز عندي هني البشاميل. نطلعه وهو جهز عندي وخذ اللون اللي انا قلت لكم عنه. وهني بعد جهز عندي الخنفروش، طبعا هذي مقلوب، خل ارويكم شكله، وبنخليهم الحين في صحون التقليب. وهذه كانت وصفتنا. الحين بحط عليها شوية ورد محمدي حق الديزاين، تعطي ريحة حلوة. حطينا الورد المحمدي، الحين بحط مكون مهم جدا اللي هو في ناس وايد يحبونه، السمسم. نرش عليه خفيف، وأكيد اللي يبي يطبخه مع وقت الطباخ، اللي يطبخ السمسم يقدر يحطه وقت الطباخ، ياخذ لون حلو وشكل حلو. قدمنا لكم اليوم طبق مكرونة بالبشاميل مع طبق الخنفروش اللي هو مشهور عندنا هني في البحرين. إن شاء الله عجبتكم الطريقة، وعليكم بألف عافية، ونشوفكم في الحلقة الجاية.